وسط معاناة إنسانية قاسية يعيشها اللاجئين من مسلمي روهينجا في مخيمات بنغلاديش، تتواصل جهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمبادراته الإنسانية عبر حملة جديدة لجمع التبرعات والإغاثة. العدد تجاوز 500 ألف لاجئ. التنسيق، احنا قاعدين نقوم بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر البنغلاديشي ومع هيئة الإغاثة التركية اللي موجودين على الحدود هناك. هناك منظمات كثيرة دولية موجودة ومنظمات إقليمية موجودين على الحدود، قاعدين يقوم بالتنسيق مع بهذا الموضوع. الشح في المواد الطبية وسوء التغذية معاناة ببنغلاديش وصلتها يد الخير الكويتية تلبية لنداء إنساني جبل عليه وطن. هناك أيضا فريق آخر من الهلال الأحمر الكويتي حاليا في بنغلاديش يقدم المساعدات اللاجئين في المخيمات الموجودة الموضوعة لهم من قبل السلطات في بنغلاديش، ونجح هذا الفريق بتقديم المساعدات أمس ومستمرين في حملة الإغاثة لهم. نتطلع من كافة المتواجدين من المواطنين الكويتيين والقطاع الخاص للمشاركة في هذه حملة التبرعات التي تستمر طبعا مدة 3 أيام. الوقوف إلى جانب الشعوب المنكوبة ومساندتها وإصلاح الأوضاع المتردية في المتضرر من المجتمعات والدول أبقى ما يعانيه مسلمو روهينجا من اضطهاد على قمة قائمة الإغاثة الكويتية. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.